في 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 أروقة الكافتيريا كانت فد حلقات، حلقة أنت جالس على الميز في الكافتيريا ويجوك مجموعة من الموظفين وهذا يتحدثون أنه الموضوع انتهى وفلان نائب تنازل لفلان نائب، وحلقة صارت صواني من المسلفن وحتى يغيرون الموضوع. أنا أتمنى من الأخوة في اللجنة النيابية وفي لجنة التحقيق كل جزئية يحقق بها بالأشخاص، بالحركة، يعني الأكل اللي يقدم. هذا الأكل منين قدم؟ من أي جهة؟ من البرلمان لو من جهة سياسية؟ هذا كله المفروض يحسب حسابه. إحنا اليوم نطالب هيئة الرئاسة وكل المسؤولين عن هذا الموضوع أن يدققون في جزئيات هذه الموضوع وهاي الكافتيريا وهذه الليلة.